أهلا بكم. يستعد العالم لاستقبال أهم حدث على الكرة الأرضية، وهي بطولة كأس العالم التي ستقام في دولة قطر لأول مرة في تاريخ الدول العربية. الانطلاقة ستكون في 21 من شهر نوفمبر لعام 2022، وعادة تلعب المباريات في فصل الصيف، لكن بسبب درجات الحرارة المرتفعة تم تغيير الموعد ولعب المباريات في فصل الشتاء. ولأن هذا الحدث يعتبر تاريخيا ولا يتكرر إلا كل 4 سنوات، استعدت قطر جيدا لهذه البطولة العالمية وقدمت لنا 8 ملاعب مبهرة في تصاميمها وأدائها. في هذه الحلقة سنأخذكم في جولة لمعرفتها بشكل أكثر. أولى الملاعب يسمى بملعب البيت، وهو الملعب الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية للمونديال، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له ب60,000 مشجع. أما بالنسبة لتصميمه الساحر فهو مستوحى من بيت الشعر أو الخيمة التقليدية، ويمتاز الملعب بتصميمه الفريد الذي يجسد كرم الضيافة المشهود به للعرب، وهو مجهز بسقف قابل للطي بالكامل، وسيستضيف خلال المونديال 9 مباريات ومباريات أخرى في مرحلة المجموعات حتى الدور قبل النهائي. ثاني الملاعب هو ملعب الجنوب، ويقع في مدينة الوكرة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40,000 مشجع، وهو من تصميم المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد، التي استلهمت فكرته من أشرعة المراكب التقليدية في تخليد لتراث مدينة الوكرة الساحلية. والملعب مجهز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي، الأمر الذي سيتيح استخدامه على مدار العام. وسيستضيف الملعب مباريات في المونديال من مرحلة المجموعات حتى الدور ثمن النهائي. ثالث الملاعب هو استاد أحمد بن علي، ويقع في مدينة الريان، ويجسد أبرز ملامح الثقافة والحياة القطرية، إذ تتضمن واجهاته الخارجية عناصر فنية ترمز إلى تاريخ قطر التجاري وجمال الحياة البرية وتنوعها، وتبلغ طبعا الطاقة الاستيعابية له ب40,000 مشجع. كما نرى في الشكل الخارجي فإنه يعكس الحياة الصحراوية وجمال كثبانها الرملية التي يمكن للمشجعين التعرف عليها من خلال إمعان النظر في واجهته الخارجية وتصاميم الأكشاك المنتشرة في المنطقة المحيطة به. الملعب سيستضيف 7 مباريات في المونديال من مرحلة المجموعات حتى الدور ثمن النهائي. رابع الملاعب وأجملها هو ملعب الثمامة، ومستوحى تصميمهم من القبعة التقليدية التي يرتديها الرجال في أنحاء العالم العربي والمعروفة بالجحفية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 40,000 مشجع. ويعتبر هذا الصرح هو أول ملعب مونديالي من تصميم المهندس القطري إبراهيم الجيدة، وسيستضيف مباريات في المونديال من مرحلة المجموعات حتى ربع النهائي. ملعب المدينة التعليمية هو 5 ملاعب المونديال، ويقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 40,000 مشجع، ويضم عددا من المرافق البحثية المخصصة لتطوير التقنيات الصديقة للبيئة، كما يحتضن مقر مجلس قطر للمباني الخضراء. ستولد تقنية الخلايا الكهروضوئية المدمجة في سقف الاستاد طاقة متجددة ستستخدم في توليد الكهرباء وتسخين المياه، وستساعد هذه المصادر المبتكرة للطاقة المتجددة لتغذية الملعب ومركز الرياضات المائية والقاعة المغلقة متعددة الاستخدامات. أما الملعب سيتحول بعد المونديال إلى مقر لمنتخب قطر للسيدات، علما بأنه سيستضيف مباريات المونديال من مرحلة المجموعات حتى دور الثمانية. ملعب خليفة الدولي، وهو أحد أقدم الملاعب في قطر، أنشئ عام 1976 في منطقة الريام، ويقع في قلب مؤسسة سباير زون، ويظهر الآن بحلة عصرية جديدة، ويعلو سقفه قوسان يمثلان الاستمرارية،
ويرمزان إلى احتضان المشجعين من كل أنحاء العالم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 40,000 مشجع. المدرجات داخل الاستاد محمية من العوامل الجوية المختلفة بواسطة مظلة تلف جوانب الملعب، بالإضافة إلى تقنيات التبريد المتطورة التي تتحكم بدرجات الحرارة بشكل أكبر. وسيستضيف هذا الملعب 8 مباريات من مرحلة المجموعات حتى الثمن النهائي، إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث. ملعب لوسيل وهو أكبر ملاعب المونديال، ويقع في مدينة لوسيل العصرية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 80,000 مشجع، وسيستضيف المباراة النهائية للمونديال. استوحي تصميم هذا الملعب الاستثنائي من تداخل الضوء والظل الذي يميز مصابيح الفنار العربي التقليدي أو الفانوس، حيث جرى تصميم سقف الملعب من مواد بالغة التطور وتسمح بتسلل الضوء إلى أرضية الملعب، مع نشر الظل في الوقت ذاته على المدرجات، وذلك بهدف تخفيف الأحمال عن أنظمة تبريد الهواء في الملعب. وبعد الانتهاء من البطولة سوف يجري تحويل استاد لوسيل بالكامل إلى وجهة مجتمعية تضم مدارس ومتاجر ومقاهٍ ومرافق رياضية، وسوف يتيح هذا المركز المجتمعي متعدد الأغراض كل ما يحتاجه الناس تحت سقف واحد، وهو السقف الأصلي لاستاد كرة القدم. أما بالنسبة للمقاعد فسيتم تفكيكها والتبرع بها لصالح مشاريع رياضية إنسانية. الملعب الثامن والأخير هو ملعب راس أبو عبود، تبلغ الطاقة الاستيعابية له 40,000 مشجع، ويعد أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال، إذ جرى تشييده باستخدام حاويات الشحن البحري ووحدات بناء قابلة للتفكيك. ويدخل في بناء الملعب 998 من حاويات الشحن البحري، ويمتاز بإطلالته المميزة على كورنيش الدوحة وناطحات السحاب في منطقة الخليج الغربي بالدوحة. سيستضيف 7 مباريات خلال المونديال من مرحلة المجموعات حتى ثمن النهائي. من أجل تسهيل عملية التنقل للمشجعين والوصول لهذه الملاعب بسرعة، عملت قطر على تصميم نظام مواصلات حديث، حيث يعد مترو الدوحة وسيلة مواصلات سريعة اقتصادية وصديقة للبيئة. وتتألف منظومته من قطارات المترو والحافلات التي ستنقل الركاب مباشرة إلى كافة الملاعب، وتكلف الرحلة الواحدة على متن مترو الدوحة 3 ريالات قطرية، أي أقل من دولار. وللسكوترز والتي تستخدم الطاقة النظيفة. أهم ما يميز منشآت المونديال أنها صديقة للبيئة وقابلة للتفكيك، وهو ما يتيح التبرع بما يزيد عن 170,000 مقعد، والتبرع بها لدول تفتقر للبنى التحتية، ما يعني اتساع رقعة إرث المونديال في العالم. أما بالنسبة للأماكن الداخلية للملاعب فقد استخدمت فيها مواد طلاء تراعي صحة المشجعين، فيما تعكس الألوان الفاتحة المستخدمة في الواجهات الخارجية للملاعب ضوء الشمس ما يحد من ارتفاع درجة الحرارة في محيطها. وتمتاز جميع الملاعب بأسقف متحركة قابلة للطي وتقنيات تبريد على درجة عالية من الكفاءة، حيث قد تصل درجة الحرارة داخل الملعب من 25 إلى 27 درجة مئوية. في الختام، نحن على موعد مع حدث استثنائي لأول مرة في تاريخ العرب، وكل الأمال معلقة على المنتخبات العربية أن تقدم أداء قويا على أرضها العربية لتقدم نفسها أمام العالم أجمل تقدير. مع هذا الختام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. إلى اللقاء. Thank you.